Les ce sont des réalisations, d'accord. Il y a une bonne partie, c'est de la consolidation. Et les mouvements avec les GZ, il y a Taziz, Dibana, que je ne savais pas, ou Stickman. On a vu que Benaro, quand on a vu que je متفائلين وفي نفس الوقت واعيين بانه خصنا نزيدوا في المجهود. كما قلت في العرض هذه السنه سنه مفصليه، لان هناك يعني على المستوى الاستراتيجي، على المستوى ديال جهه الملك اللي في خطاب ديال العرش، وكذلك من خلال استقبال السيد رئيس الحكومه وزير الصحه، توجهات الملكيه الساميه في اتجاه مراجعة عميقة للمنظومة الصحية باش تستجب أحسن لمتطلبات المواطنين، لحاملي البطاقة ديال الرميد باش يكون جودة أحسن، باش يكون تجاوز التفاوتات المجالية اللي كاينة اليوم، ويكون تدبير أنجع وتبان النتائج ديالو أحسن على المواطن، لأن مجهودات دارت ولكن كنشوف بأنه الإمباكت الأثر يبقى محدود، وبالتالي خاص تغيير في مجموعة ديال المفاهيم. ممكن نقول خص تغيير في القطائع، وهذا الان كنشتغلوا عليه وغنخرجوا لكم في الوقت المناسب. في انتظار ذلك، القطاع يحتاج الى رؤيه ويحتاج الى تخطيط والى برمجه بعيده المدى، وهذا الشيء اللي قمنا به من خلال المخطط 2025 ومن خلال البرمجه الثلاثيه 2016-2021 اللي جسدت في عقود برامج مبنيه على الوسائل والاهداف مع الجهات، لان نعتبر ان الجهه الصحيه اساسيه، الدور ديال الجهه اساسي في بلوره وتنزيل السياسه ديال وزاره الصحه. قدمنا هذه السنه كذلك مجموعه ديال الانجازات في تطوير عرض العلاجات، مجال المستشفيات الجديده اللي تفتحات، توسيعات تاهيل، واعطينا البرامج اللي مفتوحه، اوراش اللي مفتوحه. ثم كذلك تكلمنا على مستعجلات، لان كتهمنا المواطن، اول ريفلكس عنده اي حاجه كتبادر لهنو كيمشي بسرعه للمستعجلات لما تيكون فواحد الوضع ولا اللي كيستلزم ذلك، او واخا ما كيستلزم ذلك، فخصنا نستقبلوهم، نحسنوا ظروف الاستقبال، نحسنوا جوده الاستقبال، ونشتغلوا كذلك على مسارات ديال العلاج، نعطيو لذاك السبيطار الحومه الدور ديالو يقوم به، مساله اساسيه، ونهتموا كثير بالوقايه. تكلمنا كذلك في هذا العرض اليوم على ما يتعلق بالحكمه، تدبير الموارد البشريه، مساله ديال توسيع التغطية الصحية، لأنه مسألة التمويل المنظومة مهم، والاستكمال التغطية بهذ المستقلين والمهن الحرة أساسي بالنسبة لنا، خصنا نسرعوا الوتيرة أكثر. ثم الموارد البشرية، كيف يمكن عدديا ونوعيا نحسنوا من خيراتها في المنظومة ديالنا، بلا ما نساو الاهتمام بالقطاع الخاص اللي بغينا يكون شريك حقيقي في هذا التصور الجديد لمنظومتنا الصحية. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.